فكيف نطلب من الشاب المراهق الذي تعتبر مشاعره فائضة، فيه طاقة، فيه رجولة زائدة في هذا الوقت من عمره، كيف نطلب منه أن لا يأكل موزة لا قشرة عليها، وأن لا يستسلم لغريزته إذا كانت البنت تقدم نفسها له في عذر فاضح وملابس ضيقة؟ انشب شبك الله نزارو. يمه غفر الله لك، أنا على الهوى أحرجتيني مع متابعيني. الحين منحرج من متابعينك ومن محرج مني أنا؟ عن أبوك هذا حكي ينقال؟ يعني الحين الواحد إذا تحرش بوحدة وتعدى عليها تكون إيه الغلطانة؟ يا يمه اللباس الغير محتشم دعوة مفتوحة للتحرش. امش معاي سوق السمك والبس عبات راس وبوشيه وشوف اذا حد ما تحرش فيك، انا اهد محنه الطب واقعد في البيت. الوسخ وسخ لو تمشي قدامه وحده لابسه عبات وستيره من فوق لتحت، والعيون نظيفه تظل نظيفه لوش ما كانت لابسه وحده قدامه. الاخلاق شيء ينبع من الداخل. والله يا يمه هذه وجهه نظري، ما حد يحاسبني عليها. وجهه نظرك لما تعززها بالشكل هذا ما تصير وجهة نظر.